أغرأ على مسامع الروم. بعض الأبيات وهي الآن موجودة أمامي، طبعاً سكوني يجب أن أرتفت حتى أقرأ من الجهاز الكمبيوتر الأبيات اللي يقول لو ردت، لو ردت تنصر قضية ولا تتاجر، لا تساوم، لا تبيع، تسلح بنبراس عضلك. لو ردت تنصر قضية ولا تساوم، لا تتاجر، لا تبيع، تسلح بنبراس عضلك، واكشف خيوط الجريمة وخلي العالم تذيع، واجمع انصار لقضيتك. سوي لابي، وانا اقصد هذه الرصيدة موجهة الى الاخوة اللي بالخارج، لان مع شديد الاسف رغم الكثرة ورغم التنوع العمل جدا يعني ما هو بحجم يستحق شعبنا من اجل الدفاع عن انسانيته وعن حريته. لذلك هذه انا اقصد بها الاخوة بالخارج واقول لهم هذه الابيات: لو ردت تنصر قضية ولا تتاجر، لا تساوم، لا تبيع، تسلح بنبراس عقبك، واكشف خيوط الجريمة وخلي العالم تذيع، واجمع انصار لقضيتك. سوي لابي ودقدق البيبان كلها، وابتعد من كل وضيع، واحذر، احذر المسرع قطارة ملوث الساحة ضجيجة، وبرعيدك وباللميع، لان المثل، لان المثل قايل يذكر شاب يهوش وتالي الذلة يطيع. ثمن اللحظة التفوتك وانت صافن، ثمن اللحظة التفوتك وانت صافن، والوقت يمشي سريع. انت بالغربة لزوما يا صديقي، انت بالغربة لزوما يا صديقي، تتبع الذوق الرفيع حتى تلقى من يعينك، وتكسب أصحاب غضيتك، والكسب، والكسب صحبة غضيته لا يشج ولا يضيع، والكسب ناس غضيته لا يشج ولا يضيع. تحية لكم، واستودعكم الله إلى حلقة جديدة إن شاء الله تكون في خدمتكم، وحلقة أخرى من برنامجكم تراثنا هويتنا. مع السلامة. شكرا.